بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن، ونستكمل دروس الأورنج داتا مايننج مع الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. واليوم مع درس جدا مشوق، لأن راح نستعمل وثائق عربية وتكست عربي، وأنا عملت داتا ست باللغة العربية، فنتشارك إن شاء الله اليوم في بناء هذا المثال على كيف نعمل importing للتكست، زائد كيف نتعامل مع الوثائق وكيف نتعامل مع اللغة العربية. نبدأ. أنا عامل already workflow، فبدأ على new one عشان نشوف كل إشي كيف بصير من البداية إلى النهاية. طيب، زي ما بتعرفوا إنه لازم text mining إذا بنستعملها لازم نكون عاملين إحنا الادز اون كلها تكون موجودة، فهذا بس تذكير لكم. اليوم بدنا نعمل إشي جديد اللي هو import documents، import للدوكيومنتس. فأنا بدي عندي داتا ست أسد أشرح لكم إياها، بدنا نعملها importing عن طريق هاي الوجت. فهاي الوجت بدي أعملها هسا select للباث اللي أنا بدي أشتغل عليه، وأنا بدكم الصراحة عملت ما يلي. أول شغلة قلت قررت إني أعمل وثائق باللغة العربية عشان نعمل عليها كلاسترنج، ونعمل عليها كلاسيفيكيشن، ونعمل عليها بريدكشن، كل الاشياء هاي مره واحده، ونستعمل الامبورت للدوكيومنتس هاي. فانا شو سويت؟ سويت داتا ست جديده، تعبت عليها حقيقه، قعدت بجوز ساعتين ثلاث وانا اشتغل فيها لحد ما جمعت القصص، وهي قصص عربيه. فالقصص العربيه انا كنت بدي اسوي شغلتين، بدي اميز بين القصص اللي هي الانيمالز اللي هي الحيوانات، قصص الحيوانات، وقصص التقليديه، القصص التقليديه. فعملت فولدر سميته Animals and Traditional، جواته في عندي 2 sub folders، في قصص الحيوانات وهي تحتوي 15 قصة عن الحيوانات، purely عن الحيوانات، مثلا الحصان الذكي، الحمامة والأفعى، الحمامتان. فإذا بتفتح أي واحدة، مثلا هاي الحصان الذكي بتشوف القصة هون موجودة، إذا بتفتح مثلا حكاية شبل وغزالة بتشوف القصة كلها موجودة عندك هون. فهاي القصص عبارة عن text files، text files هاي القصة دوت text بتاعها بالنوت باد بتشوفها. فعندي أول كاتيجوري اللي هي قصص عن الحيوانات. الكاتيجوري الثاني سويت هاي قصص تقليدية، مثلا في الإعلان والأعمى، الحسود والبخيل، القناعة كنز لا يفنى، مثلا بتفتحها بتشوف القصة كاملة. هاي قصص قصيرة وليست طويلة كثير، يعني المريض والطبيب، أمانة بنت، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فهي اذا عندي 2 فولدرز جوا الانيمالز اند تراديشنال اللي هي قصص الحيوانات وقصص تقليديه. فيا ترى بقدر اني ادرب المودلز واعمل امبورتنج للتكست دوكيومنتس كلها هي عن طريق الداتا مايننج الاورنج داتا مايننج؟ الجواب نعم. كمان عشان نعمل بريدكشن عملت فولدر جديد اسمه تيست، اللي بجنب الانيمالز اند تراديشنالز على نفس الليفل. فالتيست حطيت فيه 5، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمس قصص. بدي أشوف يا ترى هل بقدر أعمل بريدكشن لهاي القصص، إن يا ترى هاي القصة قصة تقليدية أو قصة عن الحيوانات. فالآن هذا اللي بدنا نسويه. فهذول التو فولدرز اللي عندنا اللي بدنا نشتغل عليهم. فبنيجي نرجع على الأوريج داتا مايننج، بدي أختار من أعمل دبل كليك على الإمبورت للدوكيومنتس، بدي أعمل إمبورت للدوكيومنتس، وبختار اني ايش اللي بدي اعمل له امبورتنج. فجيت هنا على الفولدر اللي عملت انيمالز اند تراديشنال، بعمل له كليك وبعمل سيلكت له. فهي عمل امبورت، قال لي في عندك 2 كاتيجوريز وعندك 30 دوكيمنت. صحيح عندي 15 للحيوانات، قصص الحيوانات 15 و15 للتراديشنال، صار عندي 2 كاتيجوريز. ممتاز جدا. خلينا اول شيء نعمل فيو لهم بالكوربس، فنقول له هنا فيو بالانجليزي corpus view، وخلينا هيك نشوف ايش فيهم جوا. زي ما انتم ملاحظين هي جاب لي كل القصص، الثلاثين قصة، والكاتيجوريز اللي عندي الكاتيجوري اللي هي اسماء الفولدرز اللي هي قصص حيوانات او قصص تقليدية، عندي النيم اسم القصة، وعندي الباث وين موجودة، وعندي الكونتنت اللي هي القصة. فممكن تختار مثلا هذولا بيجيب لك كل القصص زي ما انت شايف. طبعا ممكن تبحث، حتى يعني ممكن تبحث مثلا هون مثلا على كلمة مثلا السلحفاة، فجاب لك هون في قصتين فيهم عن السلحفاة. فهي بس هيك عشان تشوف قديش الأمور سهلة وحلوة
في التعامل بالموضوع هذا. طيب خلينا نرجع للاول ونشوف كل القصص. اذا هاي القصص كلها اللي عندي. فهي الفيور شفناها بالقصص العربيه. طبعا انت ممكن تفتح الفيور تقرا القصه كامله وتشوف القصص اللي اخترتهم انا من النت، وكلهم تقريبا قصص صغيره قصيره ممتعه جدا. طيب نيجي الان بدي اشتغل عليهم، فبتعمل بري بروسيس للتكست. فهنا بدي اعمل ما لي، باجي بختار شو اللغه للستوب بوردز، اللغه العربيه، فبختار عربي. او بتختار ستوب بوردز اللي انت بدك تستبعد فيهم كلمات معينه، بتعملهم كونستراكشنز زي ما عملنا بالدروس السابقه وهكذا. فانا هيك خلصت اولا مبدئيا بعمل ابلاي. انا عملت ايش؟ البري تكست للموضوع هذا. بس شو بعمل؟ الباج اوف ووردز، باج اوف ووردز، هي الباج اوف ووردز ده بكليك عليه، هي الكاونتس. وبدي اول شيء انا شو بدي اسوي؟ طبعا هنا ممكن انت تشوف ايش الداتا تيبل. نشوف الداتا تيبل، نشوف الباج اوف ووردز، هي جاب لي كل الباج اوف ووردز اللي باللغه العربيه مع قديش تكرارهم الى اخره الى اخره. طيب الان هنا بدي انا اشوف ديستنس عشان اشوف الديستنس والكلاسترنج اول شيء. هي الديستنس، بعدين بتجيب لك الهايرايكال كلاسترنج. رح نعمل اشياء كثير كثير اليوم بهذا الورك فلو. فلاحظ هي قسم لي القصص انا بدي اياها حسب مش النيم، حسب الكاتيجوري. فعمل كاتيجورايزيشن، تقريبا عمل كاتيجورايزيشن للقصص التقليديه مع قصص الحيوانات. في بعض التداخلات لانه في بعض القصص تشمل بوث. تمام. طبعا the more documents you put there the more طبعا بصير في right clustering. انا جمعت القصص، حاولت اني اجمعهم بس 15 قصه بير ايتش وان، بس انا اقترح انكم ممكن تسوي لكم مثلا 30 40 قصه بير ايتش فولدر، وتكون القصه بالضبط في محور الموضوع، يا اما قصص عن الحيوانات او قصص تقليديه. تمام. هسه هون حتى باجي اعمل مثلا كوربس فيور كمان اذا بدي كوربس فيور، بختار مثلا هون القصص التقليديه كل هاي مثلا اخترتهم، بعمل فيو، اجاني كل هالقصص التقليديه اللي هو عمل لهم كلسترنج، قال لك انهم هذول قصص تقليديه. تمام. هي خلصنا اول مرحله. الشغله الثانيه المهم جدا نشتغل فيها، نيجي من هنا الباك فورس، شو بدي اسوي؟ بدي اسوي لوجيستيك ريجريشن. هي لوجيستيك ريجريشن. تمام. طبعا هسه بدنا نسوي بعد اللوجيستيك ريجريشن التست اند سكور. تست اند سكور طبعا لازم نوصل الورد اوف باكس مع تست اند سكور. الان بدا يعمل لي تدريب، بدا يعمل لي تدريب. هسه بده ياخذ له هيك هي 9% هسه بخلص. فاللي انا عملته هون اني انا عملت الموديل تبعي اللوجيستيك ريجريشن. ممكن تعمل طبعا تري ممكن او بالنيورال نتوركس والكي ان، ممكن تعمل اللي بدك اياه هون ما في مشكله، بس اهم شيء بالتست هون نوصل الباج اوف ووردز مع اللوجيستيك، ولحد ما يخلص بدنا كمان نوصله مع الكونفيوجن ماتريكس. من مره يلا كونفيوجن ماتريكس. تمام. وبدنا كمان يلا خلينا نظبط الموضوع كله، نعمل بعد الكونفيوجن ماتريكس بدنا نعمل كوربس فيور. كوربس فيور. تمام. خلينا نعمل سيلكت اول، ازيحهم لغايه شويه. تمام. تمام. الان خلص التدريب، خلينا نشوف ايش الريزلت. اعطاني 83% الاكيورسي which is good. المفروض the more documents بنحط بصير الاكيورسي افضل. فهي عندنا عملنا تريننج للموديل. خلينا نشوف كونفيجن ماتريكس، اعطاني انه قصص تقليديه 14 وحده رايت، عمل قصص تقليديه من 15 وحده، بس قصه وحده ما مست كلاسيفايد. هون بقصص الحيوانات صار في مشكله، هذا انه في سته مش عارف يعملهم كلاسيفيكيشن، لانهم سته قصص حيوانات المفروض انه عملهم قصص حيوانات، هون عاملهم قصص تقليديه من 15. فبدنا نركز نحسن القصص تبعت الحيوانات حتى يطلع معي الاكيورسي افضل. تمام. خلينا نشوف بلا سته هذول اللي قصص الحيوانات اللي عاملهم قصص تقليديه ايش هم. هي عملت سيلكت وبعمل دبل كليك للفيور. حكاية نسر سلحفاة، في اشي معين بجزء له علاقة بالتقليدية هون، بس anyway هيك عملنا الموديل. هسا شو بدنا نسوي؟ بدنا نجيب التست. فبعمل هنا بدي اعمل
البريدكشن، فبجيب الكوربس تبعي اللي هو عن طريق الامبورت دوكيمنت، هي امبورت دوكيمنتس تبعت التست، بدي اختار من هون، بدي اختار التست هون سيلكت فولدر تمام، وبدي اودي على بريدكشن، اودي على البريدكشن وبدي اربط اللوجيستيك ريجريشن بالبريدكشن تمام. هاي بدي يشتغل وخلينا نشوف شو اللي صار. فانا عندي قديش قصه، خلينا هسه نحلل هذا الموضوع لانه هيك فيري انجويبل للموضوع، فخلينا نشوف شو اللي سوى. قصه الرجل العجوز بالقريه، هاي القصه الرجل العجوز بالقريه، هاي قصه تقليديه ممتاز جدا، عملها رايت بريدكشن. فهي لو بقص على القصه التقليديه 96% اعطاني قصص تقليديه ممتاز جدا، وهي قصه فعلا الرجل العجوز بالقريه هي قصه تقليديه. قصة الثور، قصة الثور والأسد، هاي قصة حيوانات، ففعلا هي عملها بريدكشن قصة حيوانات ماشي الحال. فإذا بكبس على الحيوانات هون بيطلع معي 97% عامل لها رايت بريدكشن، which is very good excellent. فزي ما انتم لاحظين اشتغل عندي الموديل كامل على اللغة العربية. خلينا نشوف القصص الثانية، قصة الثعلب المكار والسيد العجوز. الآن لاحظوا هون في الثعلب المكار والسيد العجوز، هذا ميكس بين حقيقة تقليدية مع الحيوانات، فهو عمل انها قصة الحيوانات، عمل انها قصة حيوانات واعطاها انها قصة حيوانات 59%. اذا قلت النسبة، لاحظوا قلت النسبة ما بين مثلا كان يعطي قبل شوي 97% الى 59%، وانتم عارفين ليش، لانه قصة الثعلب المكار والسيد العجوز هي تجمع بين الشغلتين، بين قصة تقليدية وبين قصة حيوانات. قصة الدجاجة والتاج نفس الشيء، قصة تقليدية عطاها مور انتم تقليدية، وقصة القرية الطيبة هاي قصة تقليدية تمام. فاذا بختارهم كلهم بين معي الازرق والاحمر قديش النسب، وقدرت اني اعمل production، وقدرت اني اسوي تكست قصص باللغة العربية، وقدرت اني اعمل عليهم training باللوجيستيك موديل، وقدرت اني كمان ممكن اني اعمل هنا كمان الروك، خلينا نطلع الروك موديل، عفوا الروك هون موجود بال مش بالكونفيوجن بالتست اند سكور، نطلع الروك، الروك اناليسيس، عملت بكليك بنشوف هنا القصص التقليديه قصص الحيوانات كيف ماشي الامور. زائد في شيء كويس وشيء جديد حقيقه خليني اورجيكم اياه، يا ترى لو بعمل من اللوجيستيك ريجريشن النوموغرام، هي النوموغرام هذا جرام كثير ممتاز جراف، هي عمل كالكوليشن. اذا بعمل دبل كليك عليه حقيقه هنا بعطيني، خل اعطيه هنا 1 دايمنشن، هنا بعطيني ذا بيست مثلا 8 او خلينا نسويها 10 كلمات اللي عليهم ويتس. لاحظوا بعض الكلمات، احمد الغراب، يعني شوف احمد انا اعطى كيف اعطاها مقارنه بالغراب بالنسبه للقصص التقليديه، اعطاها ويتس. لاحظوا كيف اذا بقلب على قصص الحيوانات بصير العكس، شايفين كيف انه احمد مش لازم يكون مع قصص الحيوانات، هو لازم يكون مع قصص التقليدية، زائد الغراب لازم يكون مع قصص الحيوانات عشان في عندي قصص الحيوانات. فهذا النوموغرام كثير ممتاز لأنه ببين لي هون الكلمات والأشياء اللي بيهتم في إنه يعمل كلاسيفيكيشن للدوكيومنت بس على هاي الأهم كلمات موجودة. ممكن طبعا أزيدهم أكثر، أسويهم مثلا هاي 16-17 كلمة، وهي جاب لي هون معظم الكلمات اللي هو بيعمل عليهم. لاحظوا اسماء الحيوانات ركز عليهم عشان بدا يدرب انه اسماء الحيوانات تلعب دور اساسي في الكلاسيفيكيشن، بس مش شرط اساسي لانه بجوز تكون هي مش قصه بين حيوانات، هي قصه تقليديه بين انسان وبين حيوان. فهيك بنكون عملنا اليوم درس كثير ممتاز شيق، في عملنا كلاسترنج، عملنا كلاسيفيكيشن، عملنا تدريب، عملنا بريدكشن واشياء كثيره خلال 5-6 دقائق تقدر انت تسوي هالمشروع كله. هيك بنكون خلصنا هذا، وراح اترك لكم كمان هذا الدياجرام كله الجراف راح والورك فلو راح احط لكم اياه على الجيت هاب عشان تقدروا ان شاء الله تعملوا داونلود اللي بحب يعملوا مباشره داونلود او اللي بحب يعملوا مباشره. زائد راح اخلي لكم الداتا سيت اللي انا اشتغلت عليها على الجيت هاب. فالجيت هاب راح يحتوي على الورك فلو، زائد الجيت هاب راح يحتوي على كمان القصص اللي انا عملتهم المين فولدر
شوفوه جربوه اعملوا داونلود واعملوا تيستينج عليه وتاكدوا انه كل الشغل مضبوط 100%. هيك اي ثينك الدرس هذا درس كثير كثير ممتاز مشوق، حطينا فيه عده اشياء، عملنا مع الدوكيومنتس باللغه العربيه مع دوكيومنتس وليس مع دوكيومنت واحده، زائد عملنا الكاتيجوريز للقصص الحيوانات مع القصص التقليديه، وانتم ممكن تربطوا طبعا الشيء اللي بدكم اياه بيس على شو الشغل اللي انتم بتشتغلوا فيه، وهيك ما يعني ارجو انكم تكونوا استفدتوا باذن الله تعالى من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.